ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. قبل ما نبدا حلقه النهارده يا ريت نعمل اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوز بقدمها اول باول، وما تنسوش اللايك الجميل والشير في كل مكان علشان الفائده تعم. لو حضرتك او حضرتك بتعاني من مشكله، في كتير من الناس بتعاني من المشكله دي اللي اسمها انخفاض ضغط الدم الانتصابي او الوضعي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لما بنكون كده قاعدين وفجاه بنقوم مره واحده بنحس كده بدوخه. ولان السؤال ده اتكرر في كتير من التعليقات، علشان كده النهارده انا طالع معاكم هجاوبكم على كل الاسئله اللي بتدور في دماغكم، اللي هو ايه هو المصطلح ده؟ ايه هو اسبابه؟ ايه كمان اعراضه؟ وايه العلاج اللي نقدر نتخلص بيه من المشكلة دي؟ علشان هتكون حلقة مهمة جدا، تابعوا معايا لحد نهاية الحلقة. ومصطلح انخفاض ضغط الدم الانتصابي او الوضعي اللي ليه اسم تاني بالانجلش بيسمى بيه البي او تي اس، يعني بوستيرال اورثوستاتيك تاكيكارديا سيندروم، يعني متلازمه تسرع القلب الانتصابي. يعني ايه الكلام ده؟ هي دي الحاله اللي بتحدث عند القيام من وضعيه الاسترقاء او الجلوس، اللي بيحدث ضغط الدم بينخفض فجاه. علشان كده ضغط الدم المنخفض ده لو كان طفيف بيحدث دوخه ودوار لثواني، لو كان اشد شويه بيؤدي الى الاغماء. طبعا بيحدث عند كل الناس بس تحديدا عند كبار السن. اما من حيث النقطه الثانيه الاعراض، بتظهر علامات المرض بعد الانتقال من وضعيه الجلوس الى وضعيه الوقوف بوقت قصير. بتكون زي ايه الاعراض؟ دوخه، عدم وضوح الرؤيه، بيكون في ضعف، بيكون في اغماء وفقدان للوعي، بيكون في ارتباك، وكمان بيكون في الام في الراس. والاعراض دي بتكون منتشره بشكل كبير وبتظهر عند اي شخص عند الوقوف بعد الاصابه بيه. الجفاف، انخفاض مستويات السكر، انخفاض ضغط الدم، والقعده الكتير في حمام ساخن. لان عاده في الطبيعي بيكون ضغط الدم العادي 120 على 80، 120 ده اللي هو بيكون بيسمى السيستوليك اللي هو الانقباضي، اما بقى ال 80 اللي هو الدايستوليك اللي هو الانبساطي. لكن في حاله انخفاض ضغط الدم على سبيل المثال بيكون 90 على 60. من حيث النقطه رقم 3 الاسباب، اول حاجه عدم وجود ما يكفي من الدم في جسمك. الكلام ده بيكون راجع نتيجه النزيف الداخلي، فقر الدم والانيميا بسبب نقص الحديد، رقم 3 بسبب الجاذبيه. طب الناس هتسال تقول يا دكتور ايه موضوع الجاذبيه ده؟ علشان الجاذبيه بتتسبب في تجمع الدم في القدمين، ولهذا السبب هتنخفض كميه الدم العائده الى القلب عبر الدوره الدمويه. علشان كده القلب هيضخ كميه اقل من الدم للجسم، وبالتالي هينخفض ضغط الدم. نقطه رقم 4 الجفاف. طيب ايه بقى يا دكتور حكايه الجفاف دي؟ وهنقف عند النقطه دي اللي بيكون راجع نتيجه نقص الملح، لان الملح بيساعد بشكل كبير في الاحتفاظ بالسوائل داخل الجسم. بيكون سببه ايه؟ 4 حاجات. اول سبب بعدم تناول نسبه كافيه من الملح، رقم 2 بسبب الافراط في شرب الميه الخالي من الاملاح وتحديدا الصوديوم، علشان كده هتتسبب في جفاف الجسم بشده، لان كثره الميه هتخفف من تركيز الصوديوم في الجسم ولذا هتسبب جفافه الشديد. علشان كده الجفاف هيحدث من خلال تناول شرب الميه الخالي من الملح. رقم 3 مدرات البول. رقم 4 بسبب القيء والاسهال. وملحوظه صغيره قبل ما اروح للسبب رقم 2، للاشخاص اللي بيتبعوا نظام حميه الكيتو او ماشيين على النظام ده، الجسم هنا بيفقد الكثير من السوائل وكمان مش بيحتفظ بيها. علشان كده نصيحه لحضراتكم ان احنا لو ماشيين على النظام ده نزود قليلا من تناول الملح. رقم 2 من الاسباب اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي اللي بيسمى الاوتونوميك، لان الخلل في فعاليه الجهاز العصبي بيؤدي الى انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، لان الجهاز العصبي الذاتي بيتحكم بمدى تكيف الجسم مع التوتر او الضغط النفسي. هندي مثال على الكلام ده علشان نوضح اكتر. هنفترض ان الالم ده هو جسم الانسان والحبر اللي جوه هو الدم. نتخيل مع بعض ان الجسم هنا في حاله الاستلقاء. عند القيام ايه اللي بيحصل؟ ان الدم كله بينزل عند الساقين. طب ايه اللي بيحصل بقى للراس؟ في حاله عدم توفر الدم والاكسجين على حسب بقى الحاله، لو الانسان قام بسرعه هيبقى فيه طبعا اغماء وفقدان للوعي، لو قام بقى شويه بشويه هيبقى فيه سنه دوخه او دوار.
وعلشان كده بيكون الجهاز العصبي الذاتي ده ليه دور كبير ان هو بيساعد على دفع الدم الى الدماغ. مكان الجهاز العصبي الذاتي بيكون موجود في الجزء السفلي من الدماغ اللي بيطلق عليه جزع الدماغ، وبيعتبر جزع الدماغ ده شديد الحساسيه لاتجاه نقص فيتامين ب واحد. طيب ليه يا دكتور؟ لان ليه دور كبير جدا ان هو بيتحكم بكميه هائله من الاكسجين اللي هيوصلها الى الدماغ علشان يقدر يقوم بكل المهام بتاعته. علشان كده في ابسط الحالات لو كان في نقص في فيتامين ب واحد الدماغ مش هيقوم بوظيفته، وكمان هيؤدي الى اختلال الجهاز العصبي الذاتي. ده حتى لو كان في نقص كميات بسيطة من فيتامين ب واحد هتظهر اعراض مشابهة زي ما ذكرنا اللي بيسمى البي او تي اس اللي هو تسارع ضربات القلب، وكمان اضطراب القلب والشعور بالدوخة عند الوقوف. طيب السؤال هنا، ايه اسباب يا دكتور نقص فيتامين ب واحد؟ يعني ايه اللي بيسبب الكلام ده؟ اول حاجة تناول الكربوهيدرات المكررة او السكر. رقم 2 الافراط في تناول الاطعمة الغذائية اللي بتحتوي على السلفيتس وكمان الفواكه المجففة. رقم 3 بسبب سوء الامتصاص بسبب عدم قدرة الأمعاء على امتصاصه. رقم 4 بسبب التعرض المستمر إلى التوتر، فإحنا كده بحاجة إلى فيتامين ب واحد. طيب من أحد الفيتامينات الأساسية لصحة الجهاز العصبي الذاتي هو فيتامين دي أو فيتامين د، علشان كده نقصه بيؤدي الى اختلال في وظيفة الجهاز العصبي الذاتي. وقبل ما اقول النقطة رقم 4 وايه هو العلاج اللي هيساعد بشكل كبير، خلينا نتكلم مع بعض في بعض النصائح والحاجات الوقائية اللي هتحد من المشكلة دي. زي ما كل مرة بنقول الوقاية خير من العلاج. اول حاجة شرب الكثير من الماء الغني بالملح تحديدا الصوديوم، استخدام الجوارب او الشربات المطاطة لانها مفيدة جدا. رقم 3 لما بنيجي نشيل اي حاجه من الارض ما نعتمدش اعتماد كلي على ظهرنا، لا نحاول نبقى بواسطه الفخذين. رقم 4 وضع احدى الارجل على كرسي ونتكل قدام. طيب ليه؟ علشان نزود كميه الدم العائد من الرجلين. رقم 5 والاخيره استشاره الطبيب في الاطعمه الغذائيه الغنيه بالملح علشان تساعد بشكل كبير على ارتفاع ضغط الدم. النقطه رقم 4 العلاج، علشان كده لو انتوا كنتوا بتعانوا من مشكله البي او تي اس او انخفاض ضغط الدم الانتصابي انصح حضراتكم بثلاث حاجات. اول حاجه تناول مزيد من الملح. 2 كثره تناول فيتامين ب واحد، وهذكر امثله او هذكر بعض الاطعمه الغذائيه الغنيه بفيتامين ب واحد في صندوق الوصف. رقم 3 تناول فيتامين د 3 لانه مهم جدا ومفيد. اتمنى اكون افدتكم في حلقه النهارده، والحلقه لو عجبتكم ما تنسوش اللايك الجميل والشير في كل مكان علشان الفائده تعم. ولو في عند حضراتكم اي اسئله واستفسارات للحلقه دي والحلقات اللي فاتت اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا برد على كل الاسئله. ولو في اقتراحات من حضراتكم انا تحت امركم، واشوفكم على خير الحلقه اللي جايه.